دارس مؤسسة علوم القيادة في كلية أبو ظبي للإدارة. عادي. ودارس علاقات عامة وإعلام بكالوريوس. بطل والله. هذا جانب آخر مختلف عن الرياضة. شو اللي وداك للقيادة؟ القيادة لأن يمكن لي دور قيادة في المنتخب وهذا اللي خلاني أتعمق في القيادة. يمكن لأن مجال مفتوح نقدر أشتغل فيه في كل مكان. وكنت أعرف أكثر عن القيادة بشكل تعليمي. فيصل أنت بطل في الجيتسو داخل علينا الإعلام شتبابنا خلنا في الإعلام بعد دخل علينا الإعلام جانب مهم في رياضتنا نحن كرياضيين. يعني دائما أقول نفسي وأقول ربعي أن نحن كلعيبة لو ما سلط علينا الإعلام أضواءه ما حد بيعرف كيف نشتغل، ما حد بيعرف كيف يالسين نتعب، ما حد بيعرف كيف إنجازاتنا. فجزء من أفهم الإعلام قلت بدرس في الإعلام وبتشوف كيف نقدر نساعد الإعلام في إيضاح الصورة الرياضية. فيصل أنا بعدني ما بديت أكل حلقة حقا، عندي ما بديت محاور كتبها للمعد، وما شاء الله عليك دخلت في نقطتين جدا مهمات صراحة، ربطت القيادة والإعلام في دراسة مجرد أنك تربطها أيضا في الوضع اللي تعيش الرياضي. صحيح؟ قيادة لأنك في المنتخب والإعلام اللي كيت صلت الضوء أكثر على هالرياضة. خبرني عن رياضة الجيتسو قبل كل شيء، شو رياضة الجيتسو فيصل؟ رياضة الجيتسو رياضة الفن النبيل، هي رياضة يابانية الأصل، حديثة حديث المنشأ. هي نعم صحيح، برازيلية، حولوها البرازيليين إلى لعبة يمارسها الجميع. رياضة من الرياضات اللي رائجة حاليا في دولة الإمارات، هي عبارة عن خليط بين رياضة المصارعة والجودو. نعم. رياضة تعتمد على الاستسلام، على أخذ النقاط، لها أوقات معينة. الإسلام في أخذ النقاط يعني. هنا لا تقدر تفوز على الخصم بأنك أنت يا أنك تأخذ النقاط أو بالاستسلام. قوانيننا هني في الدولة نلعب 6 دقائق بالأحزمة، سواء كان حزامك مثلاً أسود أعلى حزام في اللعبة، أول حزام هو حزام الأبيض. من بعد حزام الأزرق، من بعد حزام البنفسجي، من بعد حزام البني. مثل نظام كاراتيه قريب على الكاراتيه. الأحزمة يعني. كأحزمة يعني عدد أقل، لكن بحيث أن الأحزمة نظام حسب نقيس مقياس التطور. طيب. ومرحلة اللاعب في كل. وكيف يأخذ الحزام من حزام الحزام؟ كيف شو المؤهلات تنتقل بك؟ نوعين من أنواع الترقية، سواء كان ترقية بعدد السنين الممارسة أو بعدد الإنجازات أو بقيمة الإنجاز. المدرب يشوف أن اللاعب هذا كمل فترته مثلاً، كمل عدد السنين، قام يحقق بطولات مميزة، قام يجيب نتائج طيبة، يشوف أن مستواه يستحق أن يترفع فينتقل للحزام اللي بعده.